حذرت قيادة العمليات المشتركة من انسحاب الشركات الخاصة بصيانة طائرات F-16. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي أن هذه الطائرات مهمة جدا وتعد العمود الفقري للقوة الجوية العراقية وذراع العراق في مقاتلة ومحاربة الإرهاب، مؤكدا أن أي توقف في الجدول الزمني لعملية الإعداد سوف يؤثر سلبيا في عمليات التدريب واستكمال قدراتنا وبناء إمكانياتنا الهندسية والفنية.